المطلب الرئيسي اللي طلعنا عليه كليته هو عدم تشكيل حكومة إطارية أو حكومة محاصصاتية، هذا رقم واحد. النقطة الثانية إنه جاي يشكلون حكومة داخل قبة البرلمان، القبة الحمراء، القبة الحمقاء مثل ما نقول، خوش جاي يشكلون حكومة وإحنا دم شهدائنا بعده أخضر، هاي رقم واحد. هذا الشعب العراقي اليوم متواجد هنا، وأعداد راح تجي وتتواجد بسبب تشكيل حكومة طارية، حكومة محاصصاتية. نحن رافضين لهذا. إذا تريد تشكل حكومة تشكل بأمر الشعب ولا غير ذلك. زين، مطالبنا هو حل البرلمان وانتخابات مبكرة، هاي مطالب رئيسية الشعب العراقي كله يتوافق عليها ويطلبها. زين، من يشكلون حكومة بكيفهم وبمساراتهم هاي متاكل عندنا، وخلال هاي الفترة تشكيل أي حكومة الشعب العراقي مراض عليها وما موافق عليها، لا راح تشكل حكومة ولا راح يصير حكومة. زين، إذا يردوني هاي الدماء يحافظون على هاي الدماء الموجودة هنا، عليهم الانسحاب من البرلمان بالأوقات يعني القليلة، لأن إذا شكلوا حكومة وعقدوا جلسة راح يكون رد عنيف من أبناء الشعب العراقي. ما يوقف أي طار ولا إيراني، إيران برا برا، حشيد ميليشيات تابع لإيران جاي يقصداني، كلها برا يا ذولة يا خونة. السلام عليكم. اللي أحب أقوله يعني معقولة أكو هيك نماذج أو نوع من البشر ما يهتمون للشعب؟ زين، هي السلطة العليا يعني اللي نعرفه الماشا مو الشعب، القضاة مسيس، تروح للمحكمة الاتحادية تبرمج قوانين من ذاتها، برنامج المحاصصة، برنامج الثلث المعطل. زين، أنا اليوم كرئيس كتلة حلبوسي، أنا اليوم أريد استقال، أنت يا المستقيل شلون تغدر الشعب وتروح ويا الدولة المحاصصة؟ شنو المفهوم السياسي اللي عندكم؟ أنتم واحدة من الاثنين، لو ضاحكين علينا وما تحترمون الشعب ولا قراراته، والله هي الثانية لا، هم بأجندات خارجية متكونة من إيران بصورة عامة. احنا ليش الشعب لازم يتحرك؟ كافي الحكومة هسه حاليا شلون ما نقول يعني باختصار حكومة ما تهتم لك، انت شلون تثبت وجودك اذا مو تنزل بالشارع بقوتك؟ فما ادري ايش بيهم، انا اناشد من خلالكم خلي يتلحقون بينا، خلي يطلعون، ترى مطالبنا مطالبهم، لا يظلون هيك نايمين، ومع الاسف عليهم. والله اكو عندنا عناصر مفاجئه ان شاء الله ومباغته، ونعرف شلون راح ندخل الخضراء، ولا يتوقعون بان احنا ساكتين او باقين وهذا عددنا وهذا، لا لا، عندنا امور وعندنا مفاجآت لهم ان شاء الله، ولا يتوقعون بان الشعب العراقي يقبل بهاي صفقات الفساد والتوافق والحكومه التوافقيه اللي هي ما تمثل الشعب. وخير دليل البارحه قطعوا الطرق كلها، ليش ينخوفون مين؟ من الشعب العراقي. شنو بغداد تقعد الصبح تلقاك عباره عن صبات من اجل حمايه الفاسدين والمفسدين؟ هو خير دليل هم قطعوا الطرق ليش؟ لان يعرفون اكو انتفاضه الشعب، بس احنا شنو هسه ينظرون ان شو موجودين بساحه التحرير هذا، بس لكن عندنا احنا شنو عنصر المباغته.
الشعب اليوم يطالب بالتغيير، يعني مو نفس الوجوه تنعاد 20 سنة نفس الوجوه، يعني البلد هذا البلد العراقي العظيم يعني خلى من هذه إلا هذه الوجوه ال 500 شخصية بالعراق، يعني ماكو غيرهم، ماكو كفاءات بالعراق، دكاترة، ناس وطنيين، ناس نزهاء، يعني يخلو العراق من هؤلاء الناس، فقط هؤلاء الناس تطالب بالتغيير فقط. احنا هاي محاصصة احزاب الوجوه الفاسدة، احنا اليوم قاعدين هم هنا ركبوا نص ما ننسحب حتى تحقيق المطالب، مطالبنا شلع قلع كل الاحزاب مرفوضة. ما اريد منتمين تحت الاحزاب نفسية تجيب له وجوه جديدة، بس مو شنو الفايدة بهم، هم تابعين للاحزاب، هم مريت احنا اليوم نريد حكومة جديدة، وعلى الاطار ان ينسحب اليوم من العقدة الجلسة ما يشكل حكومة، المصلحة هم اللي يتأذون بعدين إذا شكلها حكومة، يعني إذا شكلها حكومة هم اللي يتأذون، بالعكس الشعب راح يكيف على مشكلة حكومة، راح تسقط الحكومة ما تبقى ترى. عندنا شهداء راحوا، ناس راحت أبرياء وقتلوا من قبل الميليشيات، هسه صار هدفنا مو فقط الأحزاب الحاكمة، حتى الميليشيات ما نريد، حتى ميليشيات سلاح من فلس ما نريد، إحنا ناس نريد نعيش بأمان وخير وكرامة، كل شيء ما نريد إحنا. احنا ما نريد اي تشكيل لهم، لا حكومه اطاريه ولا غيرها، قلت لك اي حكومه من خلف الحدود ممنوعه، ما مقبوله بعد، انتهى ذاك الزمن، زمن السكوت انتهى بعد، هسه زمن الاحرار، هسه بعد الشعب طلع وعى على نفسه، عرف من اللي يفيده ومن ما يفيده. Bye-bye.
مرفوضين الشعب العراقي مل من 2003 لحد الان. الشعب العراقي الشاب الشاب الشعب العراقي مو كاف. احنا الشباب تدمرنا، احنا الشباب تدمرنا، العراق انباع، العراق تدمر بسبب هؤلاء الفاسدين اللي قاعدين هسه يردون يسوون جلسه وتشكيل حكومه على حساب الشهداء اللي راحوا. كافي هاي الشهداء اللي راحوا بسبب من يردون يشكلون الحكومه ويعبرون دماء الشهداء. كافي الشعب العراقي هنا ورافضكم رفض، ما نريد اي تشكيل حكومه وتقسيم الكعكه ما تبقى من العراق. اول شيء مطالبنا هو عدم التصويت على حكومه الاطاريين، لان تعتبر هي حكومه يعني هم اصلا نواب خاسرين، واغلبيه الشعب العراقي رافضها من مختلف طوائف، من السنه، من الكرد، من الشيعه، وهاي اراده الشعوب. يعني شلون وين يردون يوصلون بهذا عناتهم ويا الشعب؟ يعني الى متى؟ اما جلسه ربع ساعه لانتخاب النائب الاول لرئيس البرلمان نسد كل العراق. يعني اذا بعت الجلسات واربع سنوات في عمر هذا البرلمان شلون راح يستمر؟ هم بهذه الحاله هم يغلقون اصلا البرلمان منتهي، خلص يحلون نفسهم ويرفضون هذا الشيء، يرفضون اشياء السودان وينتهي الموضوع. هاي مطلبنا رفض حكومه الاطار بمختلفه بكل الامور. اذا الشعب يوما اراد الحياه لا بد ان للاطار ان ينكسر، ولا بد ان للفساد ان ينجلي، ولا بد ان للحق ان ينتصر. ما نريد هاي حكومه فازه، احزاب فازه، احزاب تبعيه. احنا نريد حكومه منتخبه من الشعب، من الشعب العراقي، من الشعب، من رحم الشعب. لا، لم ولن نوافق على تشكيل هذه الحكومه وهذه الاحزاب الفاسده نهائيا. ما نوافق عليها ولا نريدها، وكل الشعب بدون استثناء وكلها رافضه بكافة قومياته، بكافة أديانه، بكافة مذاهبه، كل الشعب رافض هذه الحكومة. اليوم طالعين على هاي الحكومة، تشكيل حكومتهم الفاسدة. احنا بالنسبة لنا ما نريدها، كشعب ما نريدها. نبقى هنا ما نروح. انتم موافقين على تشكيل الحكومة الإطارية؟ لا، ما موافقين عليها. حكومة فاسدة ما نريدها. احنا باقيين هنا إلا تشكل حكومة يلا وتغيير الوجوه هاي الموجودين كلهم. ما نروح نهائيا. اذا عقدت جلسه البرلمان وشكلت حكومه نطب لهم جوا. اليوم الشعب العراقي خرج لكي يرفض هذه الجلسه التي يراد انعقادها من اجل تاسيس حكومه العهر والفساد، الحكومه الاطاريه التابعه الى الشرق والغرب. العراق برمته شرقا وغربا لا يرضى بهذه الحكومه، ولا يرضى بحكومه مجربه. دائما واكيدا نؤكد على حكومه عراقيه وطنيه ابويه ترعى ابناء الشعب العراقي بسنتهم، بشيعتهم، بعربيهم، باكرادهم. وما خروج هؤلاء الابطال رغم قله العدد وخذلان الصديق والناصر الا اننا مشاريع استشهاد من اجل العراق لا لاجل شيء اخر. هذا الشعب يوما اراد الحياه لابد القدر ان يستجيب. احنا اليوم نزلنا ساحه التحرير، عندنا مطالب، ولازم هاي المطالب يعني يشوفون الشعب شنو يريد. احنا حاليا نريد انتخابات مبكره وحل البرلمان بالكامل زين، وتشكيل حكومه غير عن هذا الفساد اللي شفناه سنين، صار لهم سنين يبقون بينا وينهبون بينا وينقتلون بينا. اليوم خلاص بعد ما مليتوا من 2003 لحد هسه، شنو سويتوا لنا؟ شنو بينتوا للعراق؟ احنا نريد الوضع يتغير، احنا نريد حقوق المواطن، احنا نريد الشعب يعيش عيشه حال هاي البلدان العربيه اللي عايشتها. احنا العراق كنا الاول وهسه صرنا الاخير، ومع الاسف كل هذا جاي يصير بسبب هاي الوجوه السياسيه الفاسده اللي جاي تسرق اموال الشعب زين، وباقين كانما هم باقين يقولون احنا باقين غصبا عنكم، رضيتوا ولا ما رضيتوا احنا موجودين، واللي ببالنا احنا نسويه وانتم وين ما يعجبكم طقوا راسكم. الحل مثل ما حطوا رئيس وزراء ويسلطون عليه بكيفهم، الشعب هم عنده رده فعل، هم راح ينزل، هم راح يصير اعتصام مفتوح، وهالمره مو بالخضراء، هالمره ببيوتهم. اخاف المره الواحد بالخضراء قعدنا واعتصمنا، لا المره الثانيه بنص بيوتهم نعتصم. القاعد بالبيت اقول له شوف اخوتك واهلك وناسك اللي جايين من ساحه التحرير يطالبون بحقوقك. فانت اذا ظل قاعد بالبيت فانت خلاص بعد رضيت الظالم يصعد فوقك فوق راس اهلك. تعال توجه ساحه التحرير وساند اخوتك وطالب بحقك. زين كافي نسكت، كافي نتطبل للناس، كافي نسكت، هذا حقنا. خلينا نطلع، خلينا نصير ايد واحده، خلينا نرجع وطننا اللي مباق من عندنا.
لا تركض لا تركض. ماكو شيء يا معاد هذا مغمد بس يمشي. تعال تعال شيله 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 العب لنا شيله يا معاد بس هذا مغمد بس يمشي شيله شيله. لا 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 في 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 مربع هاي هاي هذا مغمد هنا بس علي ما نريد جلسات تكون لان ما وراهم نتيجه، نفس المحاصصه ونفس الحصاص، هذا لك وهذا لي، والشعب هذا قدامك قاعد بالشارع كل شيء ماكو، يعني بدون فائده. هم جلساتهم جاي يسوونها، نريد تغيير، تغيير جذري مو ترقيعي، نريد تغيير نظام، نريد تغيير لهاي الوجوه الفاسده، ويردون يديرون جلسه فساد بفساد عباره عن محاصصه. فاحنا نريد نلغى هاي الجلسات ان شاء الله بقوه الله. الان بس اردفتين يعني ما عندهم غيره من يشوفون وضع العراق كله مسات تعبان، الطسات، لا مستشفى براسه حق، لا شارع براسه حق، يعني احنا بالاطراف بالنسبه لنا مستشفى ما عندنا، نجيب المريض مالتنا الله وكلك بنص الطريق يتوفى. كافه عيب، تعالوا وطلعوا وشوفوا المأساه. يعني يعقد جلسه انت بس اسال سؤالا، من زمن المالك هو نفسه تتابع من؟ للاطار. حيدر العبادي تابع للاطار، عادل عبد المهدي تابع للاطار، يا ما تابع للاطار. خمس دورات كلها تابعه للاطار، بس افتهم يعني ما شايف واحد خسران يطلعونه. يعني فشي فظاعه اليوم صار، يعني عقدوا الجلسه هسه هم وخلوا هذا حسن المندلاوي ما ادري ايش اسمه والنسواني هالهلين، هنا يعرفون ليش هالهلين لا اكثر ولا اقل، يعرفون ليش هالهلين ويعرفون ايش راح يصير، وان شاء الله ما يصير ببالهم كله، مخططهم ما ينجح، الامتداد الايراني بالعراق ما يصير. احنا كشعب عراقي ما يصير، ما يجي العجم يطردنا انا من كربلاء، انا ابن العراق ما يطردني، مو يشتروا حسينيات وبيوت هناك بكربلاء على مود اللي هو يفلش له مدرسه ذاك اليوم فلش المدرسه حتى يسوي لهم موكب، عمل المواكب مو هيك، الامم مو هيك، السياسه مو هيك. هسه علي خامنائي طريح الفراش جعل لا قام بجاه الحسين، وهسه صايره مظاهرات بايران على مود قتلوا بنيه، عمي تعال هسه انتم متهلهلون بعد ما عبر 40 يوم الشهداء عاد استحوا، يعني قابلوا لكم بصوره حلوه، هسه كل شيء سويته بلعناها كشعب عراقي رافضين، واحنا جاي ابي العباس ابو فاضل انا مصم قلت له يما حتى لا اموت اطب المرض، احنا جايين هنا جايين نموت، هو احنا لو نموت يخلونا بسجن جوا القاع، شلون اللي قوه اول البارحه بالانبار هذا سجن جوا القاع اللي قوه يحطون بير جماعه خطيه، فاحنا هيك حالتنا لو نموت لو بالسجن. حقيقه الامر مجلس النواب لا يمثل الشعب العراقي، بانما هم هؤلاء خسروا بالانتخابات، يعني خسان شي يريد يتشلب مثل الغرقان يريد يتشلب بكل شيء، هم يردون يفرضون على الشعب يعني رئيس وزراء ما منتخب من قبل الشعب العراقي ورجل متحزب، يعني شي يريد الشعب العراقي شي يسوي مثلا؟ يروح مثلا شنو؟ يروح للكشاف ويجيب اي نصبه، لو يروح لايران مثلا للخامنائي الاعظم اي نصبه. احنا شعب مرفوضين هاي الاحزاب باكمله، ما نريده لا محمد الشاعر السوداني ولا غيره ولا المالك ولا هالزبايل هاي اللي جتنا. يعني احنا يا تطلع يا مظاهره ما شعب العراق تقمع على عبر التاريخ من 2003 الى يومنا، طلعنا 2011 اجى المالك بطيارات قمعنا، طلع ثوره تشرين 2015 قمعونا، 2016 قمعونا بالخضراء،
طلعت مال تظاهرات تشرين كلها قبت علينا بدون اي استثناء. هذا يقول جوكري، هذا يقول ابن السفاره، هذا يقول مدعوم. اذن سبحان الله بينت من هو ابن السفاره ومن هو الجوكري. هم اولاد السفاره، هم نعم هم اجوا خلف الدبابات الامريكيه. 800 شهيد، محاكم جنائيه دوليه ما دانت الشعب العراقي، منظمة حقوق الإنسان المجرمة نعلت الله عليها ما أدانت الشعب العراقي، منظمات المجتمع الدولي جاهلت الشعب العراقي. إحنا مجرد لو عندنا جيش حقيقي، إحنا لو عندنا جيش حقيقي يقلب الطاولة، عندنا جيش بس يسأل راتبك إزقيت، أبو الاستخبارات يجي ياخذ تقرير مكيف ياخذ تقرير، هذا ناشط ماذا نخذه من بيته، وعندنا أمن وطني مجرد شنو الأمن الوطني؟ مجرد يباوع لك هيك على أساس هو مناضل مخترع الكيتلي. قاد عمليات بغداد هناك فتى جليل الربيعي كانوا يقمعون بينا انا 11، قلت له انت فريق لكم تقدر تقلب الطاوله، خمسه انا جاي يقمعون بينا ملثمين، قال والله ما اقدر لهم. هنا اتحاديه بالجراج، قلت له ذول ملاحقين اثنين، قال لي انت لمن تابع مثلا الشعرات شيب الخلفك، انا رجال وطني، خلص الله علي اللي يفتح لنا مشروع وطني، خلص الله علي اللي يفتح لنا معمل مصنع، احنا والله خاف نفتح لنا معمل لو مصنع يجي والله على حساب الجارة الإيرانية، والله شلون تفتح لك معمل؟ لك انت هتلي، لك انت بذاك النظام كنت انت بواق دبات مال غاز، تبوق طيور صرت عليها هسه مناضل؟ كنت قاعد بنص قطعة خلفية توثية هسه تقعد لي بالجادرية؟ لك كم عرب انشي اجتوني حكمتوني؟ والله لو بكم عراق اصيل كان ما صار بينا اللي قمع، ما صار بينا اللي قتل. يعني شاب عراقي عمره 12 18 سنه يطلع يطالب بحقه، يجي يطقه هذا الحقير الزنديق يطقه ملثم ويطقه بدخاني او يطقه بقناص. زين احنا عندنا محاكم، لو عندنا قضاء عراقي منصف مثل المحمود وفاق زيدان الايرانيين، احنا لو عندنا قانون عراقي يصير بينا النصار؟ ما يصير عندنا لا السقلاوية ولا سبايكر ولا حادثة الكرادة ولا تفجير جامعة الإمام الصادق ولا تفجيرات مدينة الصدر. شوف مدينة الصدر اليوم، شوف يعني كلها عشوائيات. البديل الطنيان شنو هو البديل؟ ما عندنا بديل. مجرد يجين النائباني يجين احنا اي باوع، بالمناسبة احنا تشرين اي واحد من تشرين من الناشطين الصعدوا للبرلمان كنا بريئين منهم، كنا بريئين ما منتخبين، احنا مقاطعين للانتخابات ترى، لا على الركابي ولا غير على الركابي ولا حميد الشبلاوي ابن النجف اسذبها. احنا عتبنا الشهيد بحوضه، لو يدري الشهيد انباعت الثوره كان شق الجفن وطلع من قبره. احنا شعب العراق شعب ولاد احرار، الجبان يموت الف موته بس الحر يموت موته وحده، مثل ايهاب الوزني صلاح العراقي والمختطف فرج البدري ابن الناصرية، كنا ناشطين مدنيين، كنا أحرار، كنا ولد هذا البلد العراقي بدون بعيدا عن الطائفية المقيتة. نحن نريد شعب عراقي واحد، تجمعنا خيمة العراق وكلمة الله أكبر. ما عندنا احنا اليوم محاصصة، والله رئيس البرلمان سني، رئيس الجمهورية كردي، رئيس الوزراء شيعي، شناعي مين نجتنا؟ والله ليش ما تطي الفلان؟ والله خاف ما يخليك تمشي مشي، والله ليش ما تطيع الفلان؟ والله خاف يقطع هذا ما تدخل اللقي. احنا نظل بهاي الافكار العروية الرجعية، احنا اليوم شعب متقدم، حضارة نبو خذ نصر، حضارة حمرابي، احنا اول قانون بالعالم وضعه هو قانون حمرابي. العالم شوف كله تدرس علينا، احنا ردينا لي ورا قري مي ما عندنا، نشتري لنا مي مكيفين دبه ب 500 واحنا بلد دجلة والفرات.